تحت شعار البيانات هي نفط القرن الحادي والعشرين، دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا هويتها. ولسدايا دور مهم في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، حيث تتأثر 70% من أهداف الرؤية مباشرة باستراتيجيات البيانات والذكاء الاصطناعي، كما أنه يجب تحقيق الاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي ليتسنى للمملكة تحقيق رؤيتها 2030 حول صناعة اقتصاد رقمي رائد. الذكاء الاصطناعي كما ذكرنا هناك سيقدم المملكة العربية السعودية المشاركة في تحقيق 66 هدفا من أهداف رؤية المملكة 2030 التي هي 96 هدف، ثلثين أو أكثر من ثلثين تلك الأهداف سيتم تحقيقها عن طريق البيانات والذكاء الاصطناعي. ويجدر بالذكر أنه في أقل من عام واحد منذ انطلاق عملياتها حققت سدايا بالفعل تقدما في دمج وتوحيد أكثر من 80 مجموعة بيانات حكومية، أي ما يعادل حوالي 30% من الأصول الرقمية الحكومية، وتنفيذ مشروع السحابة الحكومية الذي تمكن من دمج 83 مركز بيانات حكومي لأكثر من 40 جهة حكومية لبناء واحدة من أكبر سحابات المنطقة. حسب تقرير غارتنر الذي أشرنا له أنه 2.9 تريليون دولار ستكون قيمة البيانات عام 2021 العام القادم، هذا سيولد يا طول العمر تقريبا 3.4 مليون وظيفة. نحن شعارنا قرار مبني على بينة، نحن لا نتنبأ من فراغ وإنما نتنبأ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة التي نملكها في بنك البيانات الوطني لمساعدة متخذ القرار في كل المجالات. هذه كلها أمور تنموية سيسهم الذكاء الاصطناعي والبيانات في معالجتها داخل المملكة السعودية. المملكة تسابق نفسها في محيط الإبداع وتثبت لشعبها قبل العالم أنها بقيادتها الرشيدة لن ترضى إلا أن تكون في القمة.